منك بعدي. اهدي سلطانة. اهدي يا سلطانة. مفكرين رح تخلصوا مني؟ ما رح تقدروا انه تقتلوني. سلطانة شبك. دخيلك يا ربي، شو هالدخلة هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلطانة، 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 خدي هاي من ايدي سلطانة. على مهلك يا سلطانة. وينكن يا بنات؟ شو بعدكن نايمين؟ يلا فيقوا. خير سلطانة؟ مو حاسة شو عم يصير بالجناح يا خانم؟ روحي جيبي كاسة مي للسلطانة. يلا تحركوا بسرعة وطلعوا لي هالبخور لبرا. الدخنة عبت الغرفة كلها. خدي هاي ورميها، وانتي افتحي الشبابيك. سلطانة ما عم تقدر تتنفس. يلا تحركوا. مين انت يا خانو؟ وشو اللي جابك لهون؟ سلطانة، انا موجودة هون لخدمتك. انت اجيتي لهون مشان تقتليني ما هيك؟ هني بعتوكي، بعتوكي مشان تخلصي علي. حاشا يا سلطانة. روحي من وشي فورا. نلعي. سلطانة، انتي تعبانة كتير ولازم ترتاحي، وانا رح روح نادي الحكيمة. سنبل، ما فيني ارتاح طول ما فخرية هون. لو ما انت اجيت كانت ناوية تقتلني. شو هالحكي يا سلطانة؟ كانت عم تحاول تنغزك، انا شفتها بعيوني، مستحيل تتجرأ. انت شو عرفك؟ بجوز تظاهرت بهالشي وقت شافتك اجيت. انا ما بظن هاد الشي يا سلطانة. لو مزبوط هالحكي كانت قتلتك من وقت طويل.